شو يا قمر؟ عاد انت ويا ولا؟ جبت ايش عم تعيط فيه؟ جبت حياتي بالثروي ايش عم تعيط فيه؟ كنري بعد عنا ولا كنت ويا بعد لا تقلقني بعد عنا لا لا تريك لا لا وتريك ولك عيب عليك ما كان اخوات بنات ما ولعك ولا تريك لا خلاص عملي زلمه قلت لك ما تلبس يوم فاتر هيك اللون صار مونس تريك اسمعوا لعب ولك عيب عليك عيب عليك تريك ولا ولك عيب عليك ما عندكين اخوات بنات ما تريك ولا تريك تريك كغير صير زلمة يا حبيب امك لك لسه احفاظك ما عارف ما عارف ما عارف ما تريك ولا تريك تريك بس هني المسألة هني عن حدا يا زلمي بتقول شكالي مثل المجرمين طيب ليش عم يضربوها للبنت؟ أبعرف يعني أنت ما بتعرفها؟ لا بس يعني طريقتهم فيها إزلال واضح بس الله يصلحك أنت يعني شو كان بدك بكل هالفوضى هلأ؟ والكفار دمي وما لقيت حالي غير ما صرخ عليهن يلا بسيطة بسيطة يلا فاير دمي لك موفق فاير دمي ما نعرفان شو لازم سوي يعني لو نعرف مين هودي أو وين ساكنين كنا سوينا بس يعني خلصنا عمور لك شبنا يعني أنا ما بديها كتير تفكر بالقصة خلاص انساها مرحبا أهلا هلا أول شي صباح الخير ثاني شي أنا أسف كتير على اللي صار امبارح لا يهمك مين هودي؟ أنت جديد هون بالمدينة؟ إي والله امبارح أجي شكلك من اللاذقية من ضيعة اللاذقية عنيت أهلا وسهلا أنا اسمي فيروز يالله أشقد حبوا لهالاسم أنا بعشقها لفيروز أيوة ولا ما نكسهل ها؟ لا لا ما قصدي أنا بعشقها للسيدي فيروز يا سيدي ولا يكون قصدك تعودنا لا عن جد ما أحكي ما قصدي لك خلص مو مشكلة أنت شو بتدرس؟ هندسي مدني وانت؟ أدب عربي؟ لا إنجليزي طيب مين هودي؟ ليش كانوا ما يتزعرنوا عليك؟ هذا من جيراني من جيرانكي؟ بده يتجوزني بلاقوها وعم يلحقني من مكان لمكان العمى واللي بده يتجوز بهالطريقة وأهلك؟ ما خبرتهم لأنه أهله جيران أهلي وأنا ما بدي تصير مشاكل بيناتهم بعدين أهله سرسرية وزعران شفت بعينك العمى في عيونه العمى شو الدنيا سايبي؟ عند هدول العالم سايبة ونص بس يعني المسألة أبين سكت عليها طيب شو بدي ساوي؟ والله ما لي عرفاني خلاص هلأ بس خلص محاضرات بشوفك ونحكي انت بأنا وحدة؟ بالتاني غرفة 101 أنا بالوحدة 14 ليك إذا اليوم مفضيت خلينا نلتقى ونحكي وأنا بدي أعتذر مرة تانية وشكرا على كل شيء لا يهمك على إذنك الله معك تخيل الحقير بهدني وشرشحني قدام العالم كله وصرخت لحتى لم الناس بس ما حدا لحدا طلعت بطالب جديد جاي على الجامعة وأكل نصيبه طيب شو الحل لهذا الكلب؟
والله ما بعرف. إذا دريوا أهلي مصيبة، خايفة تكون ضريبتها أن يترك الجامعة. لك شو تترك الجامعة؟ أنت ما بتعرف أهلي، وخاصة أبي. بدل ما يحل المشاكل لصالحنا، يحلها حسابنا. طيب، أنت تركي لي هذا الموضوع لحتى أفكر فيه شوي. عيسان كتير خايفة. طلال بلش ينفذ تهديداته. لا تخافي، إذا وصلت القصة لهون صار لازم أحل، وأنا رح حلها. لك أنا ما بدي إياك تعلق معه، هذا واحد مجرم. وإذا مجرم بتركي بهدلك؟ والله ما بعرف، أنا كتير خايفة. قلت لك لا تخافي، القصة رح تنحل. شو أخبار الكافتيريا؟ ماشي حالة، عم تطلع لي مصروفي. امشي. الحمد لله. بلدية. أهلا أخي جواد. هي غدرتني. أخ أنت حفظت اسمي وأنا ما حفظت اسمك، يستر عرضك لا تواخذنا. لا يهمك عادي، عامر عمارة. والنعم والآنسة رولا عياش. على راسي رولا. يا سلام على الاسم، شو حلو. قشطة عسل. شكرا. عفوا. لك يا ريتني طالب مليون ليرة. على فكرة نحن زملاء ولازم نتعرف على بعض. منين حضرتك؟ من الشام. أحلى ناس. طيب ممكن أعرف شو هواياتك؟ دراسة. مثلي فرد شكل. على فكرة أنت أول بنت بشوفها بتقلي هوايتي الدراسة. أنت فعلا إنسانة عظيمة. أنت ممكن تكوني مشروع صديق ناجح. شكرا يا سيدي. وأكيد بتحبي الطوابع. طوابع؟ ايه طبعا، لانه انا عندي مجموعه كبيره كثير من الطوابع. شي مره اذا زرتيني بالبيت افرجيك عليهم. انا عم اقول اذا، وهل اذا بجوز ما تزبطها. كيفك لادية؟ اهلا اخي جوان. حلوه الشام. حلوه الشام هي واهلها. عبوس الشام. عبوس الشام، ما هيك لادية؟ اسمي عامر. على راسي لادقية. قلت لك اسمي عامر. عامر عمارة. لك على راسي أحلى عامر لادقية. أخي ما في غير التخويف، حروق دمها بالتخويف، واللازم منه. والله جاي عبالي بسخة شقفتين ورش على وشها أسيد. لك إلا يا زلمة، هي بنت مو رجال، يعني لو كانت رجال كنا مسحنا فيها المرجي والسبب أحرار. بعدين تعال قلنا، أنت ما كنت بتحبها؟ لك لا بحبها ولا ضراب السخن نزوة. هلا شو بدك تساوي؟ عم تجيني فكرة مجنونة. لك أنا روح قلبي لجنان، احكي. عم فكر انطر على باب المدينة الجامعية واخطفة وجيبها على البيت بالقوة. ايوه، وعلى شرطة وسين وجيم. لا حبيب مخي، ما عبت معي، فكر بغيرك. هلا صرت تحسب حساب للشرطة لك أبو النوز؟ ايه سيدي بحسب للشرطة، بس بتعرف امتى؟ لما بتكون الشغلة مو محرزة. لا ما عبيتها منك بنوج حبيبي. ترفيقك مو محرزة؟ اخي مو هيك القصد، بس خطفتها جمعة جمعتين وبعدين شفت بدك تفكر بحل تاني. الموضوع لازم يكبر يا شباب، لانه اذا ما كبرت ما بتصغر. ابو الطن فصل ونحن بنلبس لعيونك. رح فصل وبعرض أختي رح تلبسوا أحلى تياب. قبل ما أنسى، في 200 كرتونة لازم يفوتوا بالكم يوم. حكيت مع الجماعة؟ حكيت، بس هالمرة لازم يفوتوا بالليل لأنه الحمل كبير. مشي، اليوم المساء بنقعد بالمحل. ولا شو المساء؟ لأنه تعبان ونعسان، بارح ما نمت ولا دقيقة. معناها ساعتين تانين ومنمر لعندك.